تعالوا نروح نشوف راي جماهير في ماتش الاهلي والترجي ونرجع لكم. النتيجه بره ارضه 3-0، فدي حاجه كويسه جدا. انت بنسبه كبيره قوي، بنسبه 70-80% الاهلي ضمن في النهائي ان شاء الله. الاهلي بيلعب على بطوله طول عمره، واي واحد مشجع اهلاوي بيلعب على بطوله وهدفه تحقيق البطوله ان شاء الله، الحقيقه السنه دي باذن الله. طول عمر الاهلي في دور المجموعات دي بتبقى دنيا متلخبطه عشان تجميع نقط، بس الاهلي لما بيتحط تحت ضغط او تحت اصرار بيبين شخصيه الاهلي الفعليه. النادي الاهلي نادي كبير بيدخل كل البطولات بيلعب عليها، وان شاء الله نفوز بالبطوله باذن الله. الاهلي ده حاجه في النخاع، احنا بنروح له لو سافر في اي حته احنا بنروح له، فان شاء الله البطوله لينا ان شاء الله. 3 نقاط كنا مستنيينهم، فان شاء الله يعني دايما ناجح وفايز. يعني عامه كولر يعني عامل نجاحات حلوه قوي، فاهم الاهلي قوي، بيدرس الاهلي، كان افضل لاعب كهربا ممتاز قوي، كل لمساته مظبوطه. يعني انا شايف كله، بس انا شايف التيم ورك حلو قوي، يعني هم كلهم اقدر اقول له كلهم كويسين. والله هو كانت المفروض ان هي نتيجه متوقعه، الترجي عنده غيابات كتير جدا الماتش ده، والاهلي فايق الفتره اللي فاتت، وطبعا غياب الجمهور باثر على فرقه الترجي جدا، فكان انا كنت شايف ان هي حاجه متوقعه ان الاهلي يخلص من رادس بحيث ان هو يريح الفرقه برده الماتش العوده، ولسه عندنا ان شاء الله الدوري برده ماتشات يقدر يجهز فيها اللعيبه ان شاء الله للنهائي باذن الله. بقى لنا سنتين الاهلي كان كل سنه نفس الموضوع، ان هو بيبقى عنده مشاكل في المجموعات، لكن الاهلي فريق كبير جدا يقدر يعرف ازاي يخلص الماتش المواجهه المباشره. بعد دور المجموعات بيبقى الاهلي بيختلف تماما، كل سنه معودنا على كده، فكنا متوقعين ان الاهلي يقدر يكمل، وجات لنا الفرصه والبطوله بتاعتنا ان شاء الله. والله بيرسي ده فعلا تالق بشكل غير طبيعي الفتره الاخيره، كمان هو بقى له فتره بيلعب في مركزه الاساسي، كان بيلعب شويه مهاجم، دلوقتي بقى يلعب في الهاف وده مركزه، اداله حريه ان هو يتحرك، فانا شايف ان هو بدايه تاو من اول ما الكره جه مسك الاهلي. طبعا الاهلي مش هيفرط في البطوله في اللقب الافريقي بسهوله، والفوز دوت يعني فوز كبير على الترجي في رادس، وان شاء الله ناكده بالفوز في القاهره باذن الله، ونحتفظ باللقب الافريقي يعني. وكده كده الاهلي اصلا منافس قوي لاي فرقه. هو بيرسي تاو اداؤه بيتطور من ماتش لماتش، وليه الفضل في كده كولر مديله ثقه كبيره في نفسه، والدليل على كده تسجيله هدفين، وان شاء الله يبقى ليه دور ايجابي اكبر في الماتشات اللي جايه.